سبب الحادث هي طالعه من الفرع واني جاي منها انا من الطريق السريع، طلعت قدامي اخذت اليسار عنها ورجع زرقت قدامي ودعمت هاني طخيتها. يعني الاستداره هي ولا شنو؟ لا لا هي جايه من داخل الفرع من اليمين، جايه من الجامعه. اي جايه من الجامعه طالعه باتجاه الفلكه واني جاي بالسريع، اخذت اليسار هي طالعه واقفه بصفحه، اخذت اليسار زرقت قدامي سحبت بريك. شوف البريك انت بالتصوير الى هنا وصلته ما لحقتها. ماكو قبل الاستداره يعني ماكو اي شيء، ماكو يعني مثل طسه اصطناعيه، ماكو اصلا مكان الاستداره هنا غلط او مرور او مثل ترافيك لايت، هي الاستداره غلط. احنا ما شاء الله ما عندنا شيء صح. ايش توجه رساله مديريه المرور؟ والله مديريه المرور تخلي اشاره هنا، تخلي ترافيك لايت هنا حتى اللي يمشي من هنا، لان الجامعه تظل مزدحمه والجامعه بيها، وهذا خط سريع. او تغير الفلكه هاي، يشيل الفلكه من هنا مقابل الفرع هذا. اخي الحادث صار يم كليه الزراعه بالشارع العام يم الفتحه مال مقابل كليه الزراعه. شنو الاسباب؟ الاسباب السرعه، والاسباب انه طسه صناعيه ماكو، تجي العام بسرعتها واللي يطلع من فرع والاستدار هذا الازدحامات. المفروض هي الاستدارة هي اللي المفروض لو قدام لو ورا، ما مقابله بالضبط. والطسات الصناعية تخفف السرعة من العالم. مكان غير صحيح، تعرف ليش؟ المفروض طسه صناعيه دي الحقيقة، طسه صناعيه ماكو، بالذات يم التقاطعات ضروريه الى درجه حتى تخفف من السرعه. رساله لمديريه مرور نيل. مديريه مرور خلف الله عليهم، بس طسه صناعيه بحيث العالم تخفف، او رجل مرور ينظم السير بالذات هنا. رجل مرور ينظم، لان ماكو تقاطع، ماكو ترافيك لايت. بالنسبه يعني اكو نساء تسوق سيارات بدون اجازه بدون اشياء، نساء ادت الحادث الى نقل الى مستشفى واسعاف. عزيز مال الاجايز، العالم عطل اجايز بدون اي فائده، يعني روح عطل اجايز كذا مبلغ والنتيجه ماكو، يعني بالشارع تطلع عادي، من طلع المفرز اول ما يجي مفرز بس وقت الحادث تلاقي المرور. والا الاجازه لو ضروريه كان ها ما صار اللي صار، ولو اكو رجل مرور يقوى هنا، ورجل مرور خصوصا اثناء الدوام، على الاقل تقدر بدايه الدوام ونهايه الدوام ينظم سير.